نفذت وزارة التجارة والصناعة ممثلة باللجنة الثلاثية حملة تفتيشية في شارع المطاعم بمنطقة السالمية، حيث أسفرت الجولة الميدانية عن رصد عدد من المخالفات وتحرير عدة محاضر واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. بالفعل ويأتي ذلك استمرارا للخطة التنفيذية الموضوعة بهدف حماية المستهلكين من كافة أشكال التلاعب والغش التجاري في السلع الغذائية. تتواصل الحملات التفتيشية الميدانية لوزارة التجارة والصناعة على مختلف الأنشطة التجارية، حيث قامت فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بحملة تفتيشية ميدانية على المطاعم في منطقة السالمية. احنا اليوم خصصنا جولة بمحافظة حولي على شارع المطاعم، كونها الشارع يعني حيوي وفي عدد كبير من المطاعم. احنا من ضمن فريق اللجنة المشتركة الثلاثية اللي تكون فيها وزارة التجارة وقوى العاملة ووزارة الداخلية. فاليوم خصصنا بمحافظة حولي وقمنا بتمشيط عدد من المطاعم، وكان هناك عدد من المخالفات جاري اتخاذ الإجراءات القانونية. الجولة التفتيشية الميدانية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين. قامت اللجنة المشتركة اليوم بعمل جولات تفتيشية على شارع المطاعم، وجدنا عدة مخالفات منها انتهاء الصلاحية، وبعض المطاعم لم تضع الميزان في المطعم لغاز المشويات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل محاضر الضبط المخالفة. وتحرص وزارة التجارة والصناعة على تكثيف جولاتها التفتيشية على المطاعم في مختلف محافظات البلاد، وذلك للمحافظة على حقوق المستهلكين وتطبيق القانون على الجميع. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.